بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس من يهتم بإصلاح المجتمع ويحترق قلبه على هذه الأمة ويصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينشغل بأمور عامة الناس، ولكنه للأسف لم يلتفت يوما إلى بيته، لم يحرص على أولاده يوما، لم يهتم بزوجته يوما، لم يحرص أن يعلم الدين لأمه وأبيه اللذين كبرا بالسن ولم يسمعا منه كلمة واحدة. كثير من الدعاة وللأسف نسمع عنهم في هذا الزمن ضيعوا أولادهم، ضيعوا أهليهم، وخير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من الدعاة من يعمل الدروس والمحاضرات في كل مكان، أما أولاده فربما لا يعلمون شيئا عن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، أما أطفاله ربما لا يعرفون آداب الإسلام، وربما لا يحفظون شيئا من القرآن، وربما ما سمعوا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من المسؤول؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وخيركم خيركم لأهله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن أعظم خسارة يا أخي الكريم يوم القيامة إذا أتيت وقد خسرت أهلك، خسرت أولادك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فكر أن يدعو جميع الناس إلا أولاده، فكر أن يصلح جميع الأمة إلا زوجته، فكر أن يقضي الأوقات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيته قد ملئ منكرات، ولم يفكر يوما أن يصلح أهله. تقول عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يجلس في البيت في خدمة أهله، وكان يعلم زوجاته وينصح فاطمة ابنته وزوجها علي رضي الله عنه، وكان يهتم بالحسن والحسين، وكان يحرص على أهل بيته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. اليوم سل بعض الدعاة والملتزمين بحجة الدعوة، والحجة ليست حقيقية. يقول: أنا مشغول. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر شغلا أم أنت؟ كان مشغول بالأمة، ومع هذا كان يهتم بأهل بيته، كان يجاهد في سبيل الله وينظم الصفوف، وكان يعلم الجاهل، وكان يدعو إلى الإسلام، ومع هذا كان يهتم بأهل بيته وعنده 9 أزواج. أما أنت ماذا عندك يا عبد الله؟ بعض الدعاة يحتج بالدروس، ولو رأيت إلى أحواله لرأيت ضياع الوقت، ولا رأيت مجالس المباح، ولا رأيت الحديث فيما لا ينفع. الله الله في بيوتكم، الله الله في أولادكم، الله الله في أسركم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذا القول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.